يمكن فرضيه الجين الواحد او الانزيم الواحد، فرضيه الجين الواحد انزيم الواحد. في دراسه اتعملت في الولايات المتحده الامريكيه اكدت انهم حللوا الشفره الوراثيه لربع مليون متطوع امريكي، اكتشفوا من خلال وجود متغيرات وراثيه جديده عليهم. ده الامر اللي ممكن يساعد في التفسير السبب هو ليه بيحصل او ليه بعض الناس بيصابوا بامراض معينه في المستقبل. ده مهم جدا، واعتقد انه الدراسه دي هتساعد كمان المختصين في اكتشاف علاجات مبكره لكتير من الامراض. لكن خلينا نعرف تفاصيل اكتر معانا على التليفون لتحليل طبعا هذه الدراسه الدكتوره اكرام فطين، استاذ الوراثه البيوكيميائيه بالمركز القومي للبحوث. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، اهلا وسهلا. يا اهلا بحضرتك. في البدايه عايزين نوضح للناس يعني ايه متغيرات وراثيه وازاي بيتم اكتشافها. حضرتك يعني الدراسات دي حاجات مهمة قوي. احنا عندنا مثلا امراض وراثية كتير، واكتشفنا ان بعض الاسر فيها طفلين بنفس المرض بنفس الخطأ في التسلسل الجيني او زي ما بنقول بنفس الطفرة، انما الاستجابة للعلاج رغم انهم اخرين وفي نفس الأسرة وتحت نفس الظروف البيئية يعني العوامل البيئية كلها إلا أن الاستجابة للعلاج مختلفة في الاثنين. طب ده يرجع لإيه؟ طبعا في عوامل وراثية أخرى متداخلة بتؤدي إلى هذا التفاوت والتباين في الاستجابة للعلاج، وده طبعا اكتشفناه من أبسط العلاجات لأكثر الأمراض تعقيدا والعلاج. فابتدى الدراسات تتم إيه الخلفية الوراثية اللي بتؤدي أو بتساعد إن في إنسان استجابته تكون أفضل لعلاج وإنسان آخر بتكونش بيديني نفس الاستجابة. فابتدى يبقى في ديزاين للعلاج كل مريض على حدة، بس طبعا الدراسات دي لسه قدامها وقت طويل. وحضرتك شايف ده ربع مليون، ربع مليون ده عدد بسيط. صحيح. والدراسة الخبر الحقيقة أكيد الدراسة واضح فيها الخلفية الوراثية للربع مليون، لأن أمريكا متنوعة، هل هم ذات أصول أفريقية أم ذات أصول أوروبية لاتينية أوروبية أو حضرتك متنوعين. فإحنا مش عارفين هل في مرض معين في الأسر هؤلاء المرضى الربع مليون اللي اختاروهم، ده ما كانش واضح من الخبر. طب خلينا يا دكتور نتكلم من البداية، يعني إحنا حابين نفهم من الأول شوية الطفرة الجينية اللي بتحصل دي بتحصل إزاي؟ يعني حضرتك لسه بتكلمي عن اخين يمكن في اختلاف الجينات عندهم، فالطفره دي ازاي بتحصل في الاول؟ ودراسات كمان اشارت ان في وجود مليار متغير وراثي في المجمل، يعني ايه الكلام ده؟ حضرتك الطفره الوراثيه طالما قلنا وراثه يعني حاجه متوارثه من سنين طويله في الاسره، وطبعا في مصر وفي اغلبيه البلاد الاساس لها زواج الاقارب. واحنا في كل الميديا بنقول كفايه جواز اقارب. في الدراسات بتاعتنا كمركز متخصص للامراض الوراثيه 88% من المرضى نتيجه زواج الاقارب. فاذا لو احنا قللنا من ظاهره زواج الاقارب هتقل الامراض الوراثيه في مصر وهتقللي حجم الاعاقه في مصر. كنت مع الدكتوره ايمان كريم وهي المسؤوله عن طيب محدده الامراض الوراثيه هي سبب اساسي في الاعاقات الذهنيه والاعاقات الجسديه، فطبعا هيقلل هذه النسب وهيقلل العبء وزاره الصحه في علاج هؤلاء المرضى. فاذا هي رساله يجب ان نقلل من ظاهره زواج الاقارب. انا حتى المرضى بتوعي لما بقول لهم لازم ترجع للاسره وتقول لها ده مرض وراثي، كفايه زواج اقارب في العيله، مش عيب ان يكون في مرض وراثي، لكن العيب ان احنا نخبي. بالنسبه للدراسه احنا اكيد هنتابع تطورات ما يحدث في هذه الدراسة. كل الشكر ليكي طبعا دكتورة إكرام فطين، أستاذ الوراثة البيوكيميائية بالمركز القومي للبحوث.